السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الادمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. رسالة اليوم حبايب قلبي، اللي منكم بيمر بشوية مشاكل دلوقتي، او في كده زي حد بيعارضك في امر، شايفه خناقه بين حد، يعني كنتوا بتتخانقوا مع حد او في مشاكل بينكم وبين حد. النزاع القوي اللي بينك وبين الاخرين ده انت على حق فيه، يعني انت حاسس نفسك انك على حق وان ده المفروض يحصل. وعلى فكره انتوا في مشكله بينكم قويه وبين ممكن اقارب او اهل او زوج او حد انتوا بتنهوا معايا. في حد منكم حبايبي منقطع عن حد بيحبه، انت اللي قاطع وانت اللي باعد. وفي منكم بينهي امر علاقة، بيحاول انه ياخد فيها قرار، يا ترى انفصل ولا ارجع، يا ترى اكمل ولا ابكي على الاطلال. عارفين في حد هنا بيغلط نفسه، كأنك مثلا عايز تقطع او تنهي مع شخص معين، وفي نفس الوقت في بكاء، في ضغط، وانت يمكن مريض او بتعاني دلوقتي. في حاجة انت عايز تاخد فيها قرار وتتشافى من علاقة معينة او من حد معين، بس بيحصل تراجع لان تخطيطك هنا في تخطيط سيء شوية. يعني انت مش عارف تخطط صح، مش عارف انت صح ولا غلط، مش عارف انت تكمل ولا تمشي، اللي هو مش عارف تاخد قرار اصلا، انت مش عارف انك تتشافى. وفي منكم عايز يخرج من علاقة اصلا، والعلاقة دي هي قدرية اصلا انها تكون في طريقك، ايا كانت علاقة فيها مشاكل او علاقة فيها حب او علاقة فيها معاناة وبعد وانفصال وان وقف كتير. طيب ليه هي قدرية؟ هي بتعلمك درس، ومفيش حاجة بتخرج من حياتك إلا في وقتها الصحيح، وقت ما ربك يريد. أنا عارفة إن في وقت قرب هنا لسعادة حد فيكم، يعني في ناس من اللي بيسمعوني داخلين على سعادة حلوة، وداخلين على إنهم يخرجوا من ألم ويخرجوا من علاقة، وفي منكم عايزين يخرجوا من صداقة، منكم عايزين يخرجوا من بيت، من مكان، متعلقين في أمر ومش عارفين إنكم تخرجوا منه. بس حبايب قلبي هنا في طاقة بتقول انها طاقة اسابيع، اسابيع وانت هتتحرر من حاجات كتير قوي في حياتك، بس انت مش مدي طاقة للكون بالاستقبال. يعني ايه؟ يعني ساعات بقول لكم كتير في معجزة داخلة عليكم، في حاجة هتحصل قريب جدا، وبتجيني طاقة ان هي قريب ولا يعلم الغيب الا الله، ما بتجيش باليوم المحدد ولا بالتاريخ المحدد، لكن مثلا بتقول لي اسابيع او اشهر او سنوات او ايام، يعني على حسب، بس الطاقة دي بتقول قريبة، قريب جدا، خلال اسابيع ممكن تحصل تغييرات كبيرة معاك، ممكن تحصل فرحة كبيرة، انت هتفك قيودك من امر معين، يمكن هتفك قيودك هنا من مخاوف، يمكن من مخاوف، يمكن هتفك قيودك من حاجة صعبة، علاقة صعبة، حد مسيطر عليك. على فكرة في منكم ناس رايحين الحج ما شاء الله، يعني دي جات لي طاقة كده هنا، في منكم حد بيحضر لعمرة لحج، ما شاء الله، ربنا يا رب يكمل لكم على خير يا رب، وادعوا لنا كده وانتوا هناك حبيبي، ربنا يبعد عننا الشر يا رب، احنا وانتوا المسلمين وكل الكون يا رب. طيب رسالة كمان لكم حبايب قلبي، الحاجة اللي جاية لك بعد أسابيع دي، انت أصلا حاجة يأست منها ومكسور قلبك فيها وحاسس انك خسرتها، دي علامة ليك. الحاجة اللي جاية لك دي جاية لك بعلامة وإشارة انك انت أصلا بتفكر انك تموف اون من الحاجة دي، إذا كان بقى علاقة، إذا كان شغل، إذا كان حد صديق مثلا، أقارب، ناس مسيطرة عليك، أنت بتحاول تخرج من طاقتهم، تقول كفاية خلاص. دي علامة ليك. وعلامة تانية أنك ما بتنامش الليل، الناس اللي جايلهم الفرحة دي ما
ما بيناموش، ما بيناموش بمعنى ما بيناموش، أرق وتفكير ومضغوطين جدا في الوقت ده، ويمكن كمان صحتهم متأثرة. بس في حد هنا كان عارفين اللي هو مقيد نفسه بنفسه، انت اللي معلق نفسك بنفسك، انت اللي مش سريع، انت اللي بطيء كده، انتوا كنتوا كده. لان انا لو عايز اخرج من حاجة انا هخرج منها طبيعي، انا لو عايز اخرج هخرج منها، مش هستنى حد. بس في حد هنا بيتراجع. طيب مثلا انت مش عارف ان التراجع ده ساعات بيكون ربنا اللي بيخليك تتراجع. مثلا لو انت امرأة ما عندكيش مكان تروحي فيه مثلا، او لسه ما شفتيش دخل لنفسك، او لسه ما عملتيش حاجة لنفسك عشان تقدري تعيشي لوحدك، مادام انت مثلا انت اللي طالبة الانفصال، انت اللي عايزة انك تبعدي عن الزوج النرجسي ده مثلا. طيب ما شفتيش لنفسك حاجة تعمليها، فما تعرفيش ان ربنا بيأخر لك كل ده لغاية ما تلاقي الامان. عشان تعرفوا ان ربنا ما بيأخرش حاجة الا لما بيكون ليها سبب، الا لما بيكون عايز لك الافضل او عايز لك تكون مرتاح. ما هو اصله حبيب قلبي الجواز مش بالعافية، ربنا قال يتعشروهم بالمعروف يتفرقوهم بالمعروف، دي حاجة طبيعية. قال بالمعروف، ما قالش ان حد يجلدك ويعذبك ويحبسك ويهددك ويقول لك اقعد وانت تقعد. لا، ما انا مش رزقي عليك انت مثلا، انا رزقي على الله. يمكن ربنا بيأخر لك الشيء بس الهدف او لسبب، لكن الحاجة دي خارجة من حياتكم، خارجة من حياتكم. في منكم حبيب قلبي خلاص كتم جواه شيء ومخبيه، مش عايز يقوله للدنيا كلها. انت مش واضح وعندك طاقة الانثى عالية، بمعنى حنين قوي، طيب قوي، في الفترة دي رومانسي قوي. يمكن انت اكتشفت حتة فيك ما كنتش مكتشفها، كنت انت مثلا شخص واخد الحياة عادي، فجأة واحدة لقيت نفسك ايه ده، انا بحب، ايه ده، انا شخص رومانسي، انا شخص ينفع يطلع مني الطاقات دي كلها. على فكرة انتوا حلمتوا بحاجة وقمتوا لقيتوها، يمكن حلمتوا ببيت وقمتوا لقيتوا البيت ده، يعني زوجك جايبهولك او حد جايبهولك، او حلمتوا بشخص وقمتوا لقيتوا قدامكم. انتوا في حاجة قدرية حلمتوا بيها وقمتوا لقيتوها، حتى لو كنتوا حلمتوا حلم وقمتوا لقيتوا الحلم ده بيتحقق قدامكم. يعني في ناس منكم كده طاقتها كده، تحلموا بالحاجة وتقوموا تلاقوها، تحلموا بالحاجة وتقوموا تلاقوها، وهكذا. سبحان الله، ده بتكون فتح بصيرة قوية نورانية عندكم. خليكم بقى متبشرين خير في الفترة دي، لانكم هتمتنوا في الفترة اللي جاية للي داخل عليكم. في منكم حبيب قلبي داخل على شيء قدري وناوي انه يفكر بذكاء، ودلوقتي بتفكر بعقل، وناوي انك مش تفضل متعلق كتير، ومش هتضحي علشان حد، وناوي انك تشتغل على نفسك علشان تطلع من كسرة القلب دي. في منكم كمان هيمتن لراحة مادية داخل عليها، الله اكبر. وكمان هتكونوا في عارفين الامن والامان، انتوا داخلين على ده، وسعادة، داخلين على حاجة ممتعة، حاجة سعيدة. وعلى فكرة في زي ليكم اجتماعات، صداقات، يعني ممكن ان انتوا اصدقاء يقولكم تعالوا نسهر سوا مثلا، يحصل معاكم انت شخص مثلا بطبيعة شغلك بيحصل اجتماعات كتير في شغلك او حاجة زي كده، او في لما هتجمعكم بينكم وبين عيلة، في فرحة حلوة هتجمعكم حبيبي. وفي حاجة داخلة عليكم فيها تغيير وتحول. انتوا على فكرة عيلتكم بتمروا بصحوة روحية، داخلين على حاجة قدرية قوية جدا جدا، وتحسين وضع. اعتبر لما تسمع الرسالة دي بان قدرك ومصيرك بيتغير للأفضل، وقول يا رب، وامتن من دلوقتي لان رب العالمين قريب مجيب الدعاء. انا خلصت الرسالة حبيب قلبي، يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.